أعاد حرس الحدود الأمريكيون أمس فتح نقاط العبور بين مدينتي تيخوانا المكسيكية وسان دييغو الأمريكية، بعدما أغلق لبعض الوقت إثر محاولة مئات المهاجرين اجتياز الحدود لدخول الأراضي الأمريكية. وأعلن فرع سان دييغو للوكالة الفيدرالية للجمارك وحماية الحدود الأمريكية في سلسلة تغريدات أنه تم أولا استئناف عبور المشاة ومن ثم عبور السيارات.